هاني رمسيس عيسى عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب مزبيب. احنا شرفنا وجودنا في الميدان النهارده، احنا جزء فصيل اصيل من الحركه الوطنيه المصريه لثوره 25. العلم ده بتاع اتحاد شباب مزبيب، لكن مش هو جاي يقول بتاعنا، جاي يقول ان علم مصر هو اللي يترفع في الميدان، مش علم اي دوله تانية. مع احترامي للدوله السعوديه وكل الدول العربيه وكل الدول العالميه كلها ليها احترامها، لكن علم مصر فوق كل الناس، فوق كل العالم، بلدي نمره واحد. احنا مش هنقبل ابدا ان علم تاني في الميدان ده يترفع غير علم مصر. ما حدش يقول لي مصر ممسيح في الميدان النهارده. احنا خرجنا النهارده نقول كلنا بنحب مصر، مسلم مسيحي ايد واحده، احنا كلنا في خدمه البلد دي، خدمه ترابها. انا كراجل مسيحي جاي اخدم اخواتي المسلمين ساعه الفطار، اخدم تراب رجليهم. احنا شعبي بيحب بعضه، اصول التعدديه موجوده في التاريخ المصري من مئات السنين، مش جايين النهارده نقولها. اما تطلع جمعه قندهار فجاه تقسم مصر مسيحيين ومسلمين، ناس ناس بتوع دوله مدنيه، ناس بتوع دوله دينيه، في ايه؟ في ايه حصل في مصر؟ لا احنا بنقول مصر مش هتتقسم. الايام دي لا تعد بالاعداد يا استاذ، الايام دي تعد بالهدف والفكره، واللي مأمنين بالفكره اقوى بكتير جدا من العدد. الناس دي صرفت 80 مليون جنيه على عربيات مكيفه، سايبين ب 4 مليون جنيه ازايز ميه معدنيه في الميدان هنا. احنا كل واحد فينا جاي وبيدفع حق ازازه ميه معدنيه من جيبه. هو ده الشعب المصري الغلبان اللي جاي يقول بلدي بلدي، وطني لازم احافظ عليه. احنا بنحب مصر، محدش يقول لي فيها مسلم ومسيحي، محدش يقول لي حتى يهودي فيها، كلنا وطن واحد. كل اللي معاه الجنسيه المصريه لكل الاحترام، العلم ده بس اللي يترفع، علم مصر اللي يشرفني ويشرف اي حد، مش حد يقول علم تاني يترفع. واذا كان اتحاد شباب مزبيب نازل النهارده، نازل كفصيل سياسي وطني في البلد دي، محدش يكلمنا كأقباط وكمسيحيين، احنا مصريين جايين نقف هنا نخدم اخواتنا المسلمين ساعة الفطار، نخدمهم بعينينا ورجليهم فوق دماغنا كمان، لأن احنا بلد أصلها الحب مش أصلها الفرقة. الأخ أهو السنية موجودين، موجود شباب مؤمن، موجود شباب كله بيؤمن بالإسلام، الأخوات المحجبات أهم. لا سألتني أنت مسلم ولا مسيحي، أنا جاي أخدم إخواتي الصايمين. كل اخوات الصايمين هنخدمهم النهارده. انت مسيحي؟ اه مسيحي. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. طيب احنا كنا بنصلي في الثوره 18 يوم، هم اللي كانوا بيجيبوا لنا الميه، هم اللي كانوا بيجيبوا لنا واحنا بنصلي. احنا هنا مسلمين جايين هنا بنقول احنا هنا تحت العلم ده مصري مسلم ومسيحي، فكلمه مصري يعني ايه جبتي؟ سواء يعني خفتي سواء مسلم او مسيحي، فنحن اخباط مسلمون واخباط مسيحيون تحت هذا العلم. في الجنسيه ديت ايد واحده. انت مصري، ارفع راسك فوق، 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 انت مصري. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا الثورة، تحيا الثورة، تحيا الثورة، تحيا الثورة، تحيا مصر، تحيا مصر. مسلم مسيحي ايد واحدة، مسلم ومسيحي يحيى الإلهي واحدة، مسلم مسيحي ايد واحدة، مسلم ومسيحي ايد واحدة، مسلم ومسيحي ايد واحدة، مسلم ومسيحي ايد واحدة.